ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو اتبع الحق أهواءهم فيها قولين مشهورين في التفسير. جمهور المفسرين قالوا الحق هو الله، يعني لو اتبع الله أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لكن القول الراجح أن الحق هنا التشريع والتدبير، وده الأرجح. يبقى الحق هنا تشريع الله وتدبير الله لكونه. لو تشريع ربنا وتدبير ربنا كان موافق لهوى الناس لفسدت السماوات والأرض. ده عايز كده يمين وده عايز شمال، ده عايز، لأنها أهواء مش حق. إنما اللي عند ربنا حق. فما تشغلش نفسك بأفعال الله في كونه، لأن لو ترك الأمر لنا لفسد الكون وهلك الناس وهلكت الملائكة في السماء، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، من في الأرض من ناس ومن في من في السماء من ملائكة. حتى ربنا قال أم عندهم خزائن، أم ولا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. كل واحد لو معاه بقى الخزائن بتاعت ربنا هيخاف تخلص، وهيضر العالم وهيضر الكون. فمالكمش دعوة بقصة التدبير، وما تقولوش أصل القرآن نزل على واحد، كفروض ينزل على ملايكة، كفروض ينزل على رجل غني. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهواء الناس مختلفة ومتضادة ومتناقضة، وليس بأعلم من الله من النتائج المترتبة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. اطمئن لتدبير الله في كونه، لأنه لو ترك للناس لهلك الناس. بل أتيناهم بذكرهم، ذكرهم هنا يعني شرفهم. أنتم أيها المشركون جيء القرآن شرفا لكم، بل أتيناهم بذكرهم. الذكر يعني القرآن، والقرآن شرف، فبشرفهم يعني لأنه جاء القرآن شرفا لكم. ليه شرف لكم؟ لأنكم لو آمنتم ستكونون مؤمنين، هتكونوا صحابة. لو آمنتم بالقرآن هتكونوا مسلمين، الفئة الناجية الوحيدة على وجه الأرض، هتكونوا من أهل الجنة، هتكونوا خير أمة. كل ده شرف ليكم، بس انتوا أعرضتم فهم عن ذكرهم معرضون. كان هيبقى عندهم شرف الإيمان والإسلام وأن ينتسبوا لخير أمة وخير رسول وخير كتاب، ثم أعرضوا عن ذلك لحطام الدنيا. أم تسألهم خرجا، خرجا يعني أجرا. طب ممكن يكون الشك عندهم أن الرسول الله عايز فلوس، فبيعمل الشوية اللي بيعملهم دول عشان الفلوس. العجيب النبي لم يطلب مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، كل الأنبياء قالوا كده، عشان ده عائق كبير عند الناس ان هم يستجيبوا للدعوة بسبب شكهم ان هذا الداعية يريد من دعوته المال. لا، مش عايزين مال، مش عايزين حاجة من دنياكم. وده برضو رد على الملحدين اللي بيدعوا ان الرسول كاذب عليه الصلاة والسلام، ان النبي خد ايه من دعوته، يعني استفاد ايه من دعوته. كان يقوم الليل حتى تشقق قدماه، يدعي ليه؟ هيستفيد ايه؟ وكان يجاهد ويعرض حياته للموت، وكان يربط على بطنه حجر من الجوع، ومات ولم يشبع من خبز الشعير، ومات ودرعه مرهون ما معهوش فلوس يجيب طعام لأهله فرهن درعه. ماذا استفاد النبي؟ كان من أزهد الناس عليه الصلاة والسلام، وفي آخر حياته كان يصلي قاعدا، مما حطمه الناس من إجهاد الناس ليه بسبب دعوته. استريح فين النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما الشيء الممتع أن يدعي أن يكون رسول الله ولم يأخذ شيء من الدنيا، ولا خد فلوس منكم ولا عايز أي شيء منكم؟ أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين. أيوة، الأجر من ربنا هو الذي ينتظره رسول الله وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وده أيضا باب آخر للاقتناع بدعوة النبي. هو النبي دعا بإيه؟ دعا إلى مكارم أخلاق، دعا إلى صلة أرحام، دعا إلى الألفة بين الناس، إنما المؤمنين أخوة، دعا إلى ما يحفظ العقول بلاش خمور، دعا إلى ما يحفظ الأجساد بلاش زنا بلاش اختلاط أنساب، دعا إلى كل مكرمة ونهى عن كل ما يذم الشخص
أو يقدح في الشخص في عقله أو بدنه أو مال، حرم السرقة، حرم قذف المحصنات، كل هذه المعاني صراط مستقيم، الإسلام كله صراط مستقيم. يبقى لماذا تجتنبون دعوته وفي دعوته حياة مطمئنة لكم في دنياكم وسعادة في أخراكم، لأنكم تتبعون هذا الدين الذي هو من تشريع الله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.